اسمي عماد الدين سيد حسن، شروطي الانجليزي، من محافظة مطروح، و 58 سنة. سمعت حملة 100 مليون صحة، دخلت اطمن يعني على نفسي وكده، قال لك انت عندك تحليل، يعني انت عندك 1% من الفيروس سي وكده. طبعا انت يعني اشتباه يعني. المهم رحت حولي على المحميات، لقوني عندي فعلا، خدت علاج 3 أشهر على نفقة الدولة، وربنا كرمني خفيت الحمد لله، خدت شهادة من وزارة الصحة بكده. العلاج ما بيأثرش في حاجة خالص، وحاجة حلوة يعني صراحة، شغل عادي ولا حاجة، يعني حاجة حصلت عادية، أمور عادية جدا، لكنك بتاخد من شمال الصداع. حللت كام مرة ما دفعتش، علاج غالي جدا ما دفعتش، الحاجة دي اللي على حساب الدولة، دي حاجة مكلفة جامدة، مكلفة جامدة جامدة يعني، وبعدين عشان احنا حق الجمهورية طبعا، دي صعبة. وزارة الصحة قايمة بدور جامد يعني صراحة.